انا مش قلت لكم امبارح ان فوز النادي الاهلي هيوجع ناس كتير، واكثر الموجوعين هو اسامة الملط اللي طلع وبيهلفط على النادي الاهلي وبيقول النادي الاهلي فاز عن طريق الحكم، لا ده عن طريق المخرج، لا ده عن طريق الفار اللي خدم النادي الاهلي في كورة ما فيهاش حاجة والكرة والهدف صحيح والحكم جه مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي في ناس بتديره خارج الملعب، في ناس بتدير النادي الاهلي خارج الملعب هي اللي بتخلي النادي الاهلي يفوز. وعبد المنعم، ازاي عبد المنعم يعمل الحركة الوحشة دي؟ ده لو شيكابالا كانت واقف وانا بطالب بايقاف عبد المنعم. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اسامه الملط احد الناس اللي هي ما بتقبلش النادي الاهلي، ودورها في الاستوديو انها ايه، تخبط في النادي الاهلي عشان تجيب مشاهدات، عشان تجيب نسبه مشاهده عاليه. فده دوره، هو دوره اراجوز، اعمل كذا يا ملط حاضر، اعمل كذا يا ملط حاضر. ومعروف ان كان عم كامل هو السند الرئيسي لهذا البرنامج، وهو اللي يعني اللي بيدير الليله، الليدر في القناه دي. فكان امبارح مع اينو وعملوا مشاده وخناقه بسبب النادي الاهلي بيدار خارجيا، والنادي الاهلي كانت المباراه رايحه في سكه مازيمبي، لكن الحكم وقعد يخبط في محمد ناصر، على الرغم ان محمد ناصر مش هو المخرج اصلا، وفي مخرج اسمه هشام عبد الودود هو المخرج بتاع المباراه وهو اللي بيجيب اللقطات. بس انا عايز اقول له حاجه، الاخراج ملوش دعوه بكاميرات الفار، كاميرات الفار دي ليها ناس تانية خالص. الاخراج التلفزيوني ملوش دعوه بالحكم بيجيب ايه وما بيجيبش ايه، الحكم بتاع الفار له كاميرات تانية خالص احنا ما بنشوفهاش، احنا ما بنشوفش الكاميرات دي. يعني النقل التلفزيوني ملوش علاقة بالكاميرات بتاعت الفار، كاميرات الفار محطوطة في اماكن معينة عشان تجيب لقطات معينة للحكم فقط مش للجمهور. فاذا الحكم ملوش علاقة بالفار ولا يقدر يقولك دي عملت كذا وعملت كذا. لكن المصيبة والطمة الكبرى، ما هي الكرة باينة، كرة ايده باينة كده، يعني لمسة يد. ثم النادي الاهلي فاز 3، ومع ذلك أسامة الملط يطلع يعني يهوهو على النادي الأهلي وعلى عبد المنعم، واحنا عاذرينه بصراحة، لأن الحرقان والوجع اللي هو فيه ده محدش يقدر يتحمله، بالذات لما تبقى زملكاوي وما بتطقش النادي الأهلي. يقول لك ابني لو شاف الواد بيعمل كده في الشورت ومش عارف ايه، هو ابنك ما شافكش وانت في غرفة خلع الملابس وانت بتتروق؟ ما شافكش، ما شافكش وانت ما شافكش، ما شافكش خالص، ما سمعش، محدش قال له. يعني ايه منظرك بقى وقتها قدام ابنك؟ ولكن ماشي، لكن بيتكلم باسلوب كله رخص على النادي الاهلي وكله اسقاطات على النادي الاهلي. ده اللي خلى اينو يدخل فيه شمال زي ما حضراتكم هتشوفوا. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الخناقه اللي حصلت او المشاده اللي حصلت ما بين اينو وما بين الاخ اسامه الملط، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، لايك وشير، لايك وشير، لايك وشير، ريقي نشف من كلمه لايك وشير، لو سمحت ادعمنا علشان الفيديو بتاعنا يترقى. فما تبخلش علينا، اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما تفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم وقناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اسامه الملط والترويقة اللي أخدها من معتز إينو، ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. الراجل مصاب وبيطمن على العضلات البطن السفلى، فالواد بيبص عادي. عملناها قصه وعملناها حكايه وده هي مش طبيعيه، ما شفناهاش قبل كده، مش طبيعيه وتتفهم غلط. لكن الولد طلع ووضح، وانا عارف عن منعم وتربيته. ايوه هناخدها احنا من الزاويه، احنا هنا ما بناخدش من الزاويه الطيبه، احنا هنا بنلاقي. بص يا كابتن، اي حد ناجح، انا بقول لك على مسؤوليتي، اي حد ناجح او اي حد كويس لازم نفكر فيه. احنا كده هنا في مصر ولازم نفكر، مش اي حد نقولها، امال انا عليك كتير، احنا هنا في مصر كده. لكن ليه ما ناخدهاش بالجانب الايجابي؟ الولد مصاب، انت كنت في الملعب اللي بيكتب ولا اللي بيتكلم وعمل لفظ غير اخلاقي؟ اخلاقي ايه وعمل ايه؟ انت كنت معاه في الملعب لما اتخبط؟ انت تعرف انا دلوقتي وانا قاعد بحس بايه؟ فالولد بيطمن على نفسه، مظبوط قبلها. يا ايوه يا لو زيدوا عملها، لو زيدوا عملها. انا اتأثرت جامد يا جماعه، ما ده الحقيقه، ما ده الحقيقه. بتتكلم بجد؟ يعني انت لو زيد يا باشا، ده فوق يا شباب، لو زيد عمنا عندك ايه؟ اه والله على المنظر اللي عامله ده. ليه عمل ايه؟ ده منظر اللي بتعمل ايه؟ الكوره ايه؟ عمل ايه؟ قطع الشرطه يا باشا. لا لا لا، مفيش عمل ايه؟ مفيش ايه يا كابتن؟ في اشمعنى الشباب واقف لما حد يعمل كده؟ لا عادي، انت بتكرر كمان. يا سلام، قول لي عمل ايه كمان؟ عمل ايه كمان؟ اقسم بالله
ده لو شيكابالا ما كان محمد عندنا امبارح ده كانت تبقى فقره عليه كل الاستوديو التحليلي كله. ايوه ما هو حتى غلط يا شيكابالا. يا ابني انا ما قلتش انتوا اعلام بيعلم بينا ربنا. انت بتتكلم في مين؟ انا ما قلتش رجليك ورا. رجليك ورا يا سلام. انا ما قلتش صح. انا ما قلتش ان احنا بنمسك الحاجه وندور. انا بيتكلم لك ايه؟ انا عارف عبد المنعم وعارف تربيته. ايوه عارفه. انا لاعب كره القدم كمان. ايوه انا عايز دعوه كره القدم. انا دعوه واجب عليا ان انا اقول دعوه. او اذا كان اخلاق محمد منعم ده ضرب ماتش مصر اسلام عيسى من قلق كان دي تربيه. يا ابني انا عارف انا عارفه. يا باشا اللي حصل ده انا بشكر الاعلام المصري كله اللي شفته امبارح يعني ان ده الموضوع ده حته غلط. لما انت عارف دي حته غلط محمد عبد المنعم اللاعب ده ما يصحش. احنا انا ابني بيتفرج على المنظر ده. ايه المنظر ده؟ هتقول لي اخش بالنيه؟ هو كان متعور فيه ماما بس يا عم انت بتتكلم في ايه؟ لكن لما اتفرج على دوكا لما عمل حركه دي في الاحتفال كان حلو. بص يا كابتن تاني. ايوه ما هو انت بس عشان ايه؟ عشان انت كبرت الموضوع ده. كبرت اقسم بالله العظيم الموضوع ده مع شيكابالا او زيتو كانت ماده اعلاميه امبارح وقت الفجر. هو بس خاطر بس لك ايه ده محمد عبد المنعم والنادي الاهلي والنادي الاهلي فعلا هيقول لك حاجه. هيقول لك حاجه. هو خارج الملعب بس هقول لك حاجه. عارف لو مع زيزو وشيكابالا زي ما انت بتقول وكسبانين والله ما حد كان هيتكلم. لا ونيته ايه وهو فعلا انت عارف خلي زيزو وشيكابالا خلي محمد عبد المنعم يعمل الحركه دي والاهلي يخسر. هاي فرق يا كابتن. هي كره كده شيكابالا عمل كده ولا زيزو عمل كده والراجل طلع وفعلا مضروب ولا مضبوط كلنا هنبقى معاه. احنا مش هقول لك ايه بس القصه مش اهلي وسمال. لا 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 القصه مش اهلي كان بيقول حد كده. لكن انت قلت دلوقتي كلمه صح اللي النادي الاهلي فوز دي قوي اعلاميه قوي اخراجيه. لا هو كان كده كل حاجه النادي الاهلي كان كل حاجه. لا لا استنى يعني في الكوره النادي الاهلي في الكوره في عوامل ثانيه يا كابتن بتيجي في الكوره. هقول لك بس هقول لك العوامل الثانيه دي اللي بتجيب الكوره الشبكه. اتكلم طبعا كلمه تعالى محمد تعالى محمد يوه كابتن مجدي انت كنت دارك انت مش احنا هنقعد نفطر ما نبص ورقتنا كلها وعندنا ماتش بكره. ما تبص في ورقتك بكره ربنا يكرمك. من ايام كابتن عادل اعملوا زينا من ايام كابتن عادل هيك لما لك عبده بقى ضغط المخرج بتاع الماتش اللي فات ده. انا بحيي النادي الاهلي خارج الملعب. هو مال المخرج عمل والله بحيي النادي الاهلي. طب هو المخرج عمل على قوته خارج الملعب والله العظيم في ملف خارج الملعب النادي الاهلي بيديره بقى لفتره كبيره بجد. الناس ماسكين ملف كده ناس ناجحه وكوادر محترمه وطلع كوادر محترمه. انا بشكركم والله العظيم. النادي الاهلي ماتش مازندي في الدقيقه 20 او حاجه زي كده مغلوب 1-0 يكون اتلغي ما فيهوش حاجه. لا ده قوه جباره اخراجيه. انا جول نظر انا جول ليه الجول ده ما فيهوش حاجه اصلا. حاجه فيها انت بتتكلم بس. لا لا بتكلم الناس عليها وبتتكلم كده. احنا لا يا سلام لا والله في حاجه يا سلام والله في حاجه. وبعدين الناس تقول لك محمد نصر. انت تعرف ان محمد نصر ملوش علاقه ده مخرج. هو محمد هو اللي كان لكن مين اللي بيحط الفار؟ لا مين اللي بيحط الفار؟ ما هو الفار مين اللي بيراجع واحده ست افريقيه دي برضو اهلاويه بتشوف شغلها. المخرج ملوش دعوه يا بابا. الفار هو اللي بيطلب من المخرج اعمل كذا هات لي زاويه كذا. لكن مش المخرج اللي ورقها او المخرج اللي فرض عليه. انا هسالك سؤال رد عليا فيه. طب احنا بعد اذنك احنا معانا مخرج. قول لنا يا مخرج هل المخرج له دور في الفار؟ اللي انت بتقوله ده امانه قدام ربنا. طب ده انا بقول امانه قدام ربنا. ايوه يا ابني ده لو انت قلت كلمه امانه قدام ربنا للنص الناس اللي بتقفل او النص الناس اللي مسؤول عن المرنين والصلاه هروح النار اخش النار. الله لو قلت بالامانه ما مش عليها امانه اصلا. عملت ايه يا كابتن؟ مش معنى كابتن المخرج ده الوحيد المخرج الوحيد اللي عليه غلط مش معنى عشان هو يا اخي استنى مش مصر اللي كان بيخطئ. يا ابني ما انا عارف مش معنى المخرج ده. انا مخرج ده المخرج محمد نصر. اشمعنى اتكلمش على ماتش مازيمبي؟ اشمعنى مخرج ده؟ لا خلينا في مازيمبي عشان انت بتكذب. انا مخرج تاني معرفوش انما الكوره طيب. لما انت عايز الكوره لما تعدي يعني هشام عبد الودود ما محمد نصر من اعظم المخرجين اللي جابهم التلفزيون المصري واهلاوي واعلن انه اهلاوي ما عندوش مشكله هشام عبد الودود. طب بس النقطه دي يا كابتن هل انت شايف المخرج محمد نصر المحترم بيشوف شغله بيرضي الله؟ عارف ليه؟ ما انا جاي لك اهو هوضح لك. انت الفار ايه؟ ادي كره جوه ال 18 المخرج حاطط كاميرا ورا الجول اللي هي في المدرج وحاط كاميرا مع الكوره وحاط خط. لا 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 سيبنا من الخط بس الاول وحاطط كاميرا هناك. كل دي كاميرات اللي بيطلبها الفار. الفار لازم يكون شايف كل الكاميرات اللي المخرج بيخرج بيها عشان يجيب كل الزوايا. فلو الكاميرا دي اللي ورا الجول مش جايبه يجيب الكاميرا اللي جايبه العرض. لو العرض مش جايبه يجيب الكاميرا اللي الناحيه الثانيه. لو الناحيه الثانيه مش جايبه يجيب الكاميرا اللي ورا الجول الثاني. المخرج مالي خلصت كده يعني؟ اه هم مش كل واحد واخد في دورات واخد السي والبي والاي كل واحد بيلعب بطريقه. انت بتلعب بطريقه مش هتلعب بطريقه مش الاخراج ده كابتن الاخراج ده. لا خلي بالك الاهلي جاي يا راجل. لا والله وعلى فكره انا كنت سعيد جدا بوجود جمهور النادي الاهلي. خلي بالك النهارده دي تحت المدرجات وعارف الاهلي كده كده هيكسب وعارف ان ماتشنا بكره صعب جدا على الزمالك صعب جدا فوق ما تخيل وانا قاعد قلقان ومش مطمن
ماتش الزمالك انا بقول لك على هوا على هوا ده كلام محترم على لا حاله لعيبه نادي الزمالك لا تسمح بصراحه تلعب ماتشات بره زي دي يعني انت بتكلم زيزو وعمر جابر فتوح كانوا مصابين هيرجعوا معاك هيرجعوا طب هيدينا قد ايه يعني يا اعمى العين والقلب الكره دي مش هاند بول ايده طالعه تعمل ايه فوق ما هي الكره لمست في ايده تاتش في ايده يعني اي كوره بتلمس ايد المهاجم سواء الكوره مقصوده او غير مقصوده وفي 18 وراحت للخصم ممكن لو راحت لزميله او راحت للخصم ما تتحسبش لكن حال احراز هدف منها الكوره بتتحسب ودي مقصوده يا فندم يعني الكوره بص ايده فين انت عمرك شفت مهاجم ايده فوق كده زي هدف مارادونا هو ايه اللي مطلع ايده فوق كده ودي الكرة لمست في ايده وراحت للاستاذ ده اللي سددها او رفعها وجات للباشا وراح حاططها في المرمى يعني الكرة هندبول ما فيهاش اي فصال ما فيهاش اي نقاش ومع ذلك اسامة الملط برضو شغال هري ما تروحش في اي مكان لسه الفيديو بتاعنا مكمل اهلا بحضراتكم مرة تانية شفنا وسمعنا اللي حصل في الاستوديو وده يبين لك قد ايه ان الكائن الزملكاوي عنده غضاضة شديدة لما يشوف النادي الاهلي بيفوز لما يشوف النادي الاهلي بيفوز في 3 4 اسباب هيخلوا النادي الاهلي يفوز من وجهة نظر او فاز من وجهة نظر التحكيم الاخراج ان النادي الاهلي مدعم ان النادي الاهلي مدلل ان البطولة ضعيفة ان الخصم ضعيف ان النادي الاهلي كده كده بيكسب النادي الاهلي ملوش حجة النادي الاهلي لازم بص يمرر لك يخلي طعم الفوز والفرحة مر في حلقك علشان هو يبرر لنفسه القرشين اللي بياخدهم او القرشين اللي بياخدهم من السكريبت اللي متوزع له عشان يقول الكلام اللي بيتقال ده علشان يجيب نسب مشاهدة والناس تدخل تتكلم عليه والحاجات اللي حضراتكم عارفينها لكن يعترف ان النادي الاهلي قدم مباراة عالية لا يعترف ان الجمهور كان مال الاستاد وكان منظره يفرح ومبهج برضو لا سام الملطة نفسه ده اللي قال ادبه على جمهور النادي الاهلي وعمل كده جمهور النادي الاهلي في ماتش مش عارف ايه ده كان في ماتش في الدوري والنادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي مقاطعة علشان موضوع التعند الامني ضد النادي الاهلي فالنادي الاهلي واضح كده ان في خطوات اتخذت من اجل يعني تهدئة الاجواء ما بين الامن وما بين جماهير النادي الاهلي ودينا شفنا جمهور النادي الاهلي عامل ازاي وده ايه ده مش كل الاستاد على الرغم ان النادي الاهلي ملأ مساحة كبيرة من الاستاد والنادي الاهلي طالب في مباراة الترجي ان شاء الله الترجي الشقيق ان يبقى فيه الساعة الكاملة ولكن اسامة الملط عنده نوع من انواع الغل والبغضة تجاه النادي الاهلي غير عادية يا ابني يا حبيبي وانت اطردت من النادي الاهلي النادي الاهلي اللي طردك ولا افعالك اللي خلتك تطرد افعالك اللي خلتك تطرد طب بلاش انت ما قلتش للناس انت انطردت ليه من تدريب براعم نادي الزمالك ما قلتش السيدات اولياء الامور اشتكوا منك لحسين لبيب قالوا ايه ما تقدرش طبعا تطلع لكن تطلع تتكلم وتعمل اسقاطات وتقول عنده واوا مش عنده واوا ده انت اللي عندك واوا كبيرة من النادي الاهلي النادي الاهلي عامل لك واوا ملهاش علاج يا اسامة والله العظيم كل اللي انت بتعمله ده لا ياكل مع النادي الاهلي ولا ياكل مع جماهير النادي الاهلي ولا مع لاعبي النادي الاهلي انت اخرك رجوز تطلع تقول الكلمتين دول وتعمل الفقرة بتاعتك وتاخد الظرف اياه وتاخد بعضك وتروح بس هي دي وظيفتك في الحياة لكن مؤثر في الشارع الرياضي لا مؤثر في جمهور النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي برضو لا فبالتالي اللي انت بتعمله ده اسمه اكل عيش كل عيش يا اسامة واحنا سيب لنا البطولات وانت عود هالفطر وان شاء الله باذن ربنا احنا مش هنقول دريمز يفوز او يتعادل مع نادي الزمالك او نادي الزمالك يخسر او الكلام ده كله كل اللي انتوا بتقولوه ده بيصب ضد نادي الزمالك لان على نياتكم ترزقون انت نيتك منيلة فربنا هيرزقك على قد النية بتاعتك دي فربنا ان شاء الله يفرحنا النهاردة ويغمك يا اسامة يا ملطة انتهى الفيديو بتاعنا بشكركم مرة واتنين وثلاثة وعشرة كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم